كل عشاق المانجا يا جماعه يخلوهم معايا في اللايف الجميل ده. لو حابب تشتري مانجا بعد صلاه الجمعه فهقول لك في اللايف ده اسعار المانجا بكل انواعها. احنا النهارده يا جماعه واقفين في سوق الجمله في اكتوبر، سوق الفاكهه بالتحديد عند المعلم خالد. هنقول لكم كل انواع المانجا اللي موجوده حاليا في السوق، مش بس الانواع اللي هنقولها لكم، هنقول لك هتاكل اني مانجا وهنقول لك على الاسعار كلها. ازيك يا معلم خالد؟ اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب يا بشتر. عايزينك بقى تعرف الناس، بص الناس هي يعني بدات يعني تبقى موجوده معانا على اللايف الجميل ده علشان خاطر تعرفنا الانواع والطعم والاسعار. تمام. خدنا في جوله كده بقى ومسك لنا منجاي منجاي من كل نوع يا معلم خالد. اول حاجه ان شاء الله هنبدا بالسكري اسماعيليه. ده سكري اسماعيليه فرز اول درجه اولى، رفيع سوى شجر بميته اهو. الله، بص يا جماعه ده ب 17 جنيه ان شاء الله. بسم الله اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. ده انت قلت لي نوعه ايه؟ معلش، ده سكري اسماعيليه. سكري اسماعيليه، امال الميه دي؟ دي الميه بتاعتها، يعني ده لسه مقطوع النهارده الصبح. سكري اسماعيليه. أيوة. كام دي؟ ب 17 جنيه. ب 17 جنيه السكري ده، ب 17 جنيه. لو جيت خدته قفص هياخد قفص عادي. تاخد قفص عادي، يعني اخد، ممكن تيجوا يا جماعه تاخدوا قفص عادي. أيوة. دي طعمها حلو يا عم خالد. سكري اسماعيليه درجه اولى. درجه اولى، اللهم صل على النبي. تمام. بتباع بره بكام ده بس؟ معلش، هتتباع 25، في ناس بتبيعه 25، في ناس بتبيعه ب 22، ناس بتبيعه ب 30، على حسب المنطقه. على حسب المنطقه. واي منطقه بتاخد فرز معين، يعني ده درجه اولى. ما تاخدش اي منطقه شعبي يقدر يحط عليها 20 25. فيه درجه اقل هتبقى ب 15 ب 14، هو اللي بيحط عليها 20 25. يا جماعه دي بتتحط عليها 25 اسماعيليه درجه اولى اهي. دي اللي بتتحط عليها 25 مره. ودي طعمها معسل. وبسم الله ما شاء الله، ريحتها 17 جنيه. ريحتها حلوه. 17 جنيه. في الاصناف دي بقى. دي اصناف، ده سكري ايدكو. ده سكري ايدكو. سكري ايدكو وسوى شجر برضو. اهو ده بكام بقى؟ ده 15 جنيه. 15 يفرق. أيوة. ايه عن السكري الاسماعيلاوي؟ ده يعتبر لون وطعم، ده ايدكو. هنا سكريات اعلى. ده سكريات اعلى بتاع الاسماعيليه برضو. أيوة. يا جماعه عن السكريات وحجم اعلى. ده ب 15 جنيه. 15 15. الاصناف دي ب 12 جنيه. الاصناف دي 12 جنيه. دي اصناف. دي طب أصناف. لو حد عايز يخزن مانجا، الناس بتتكلم برضو على ان هم عايزين يخزنوا مانجا. ايوه. هيخزنوا ايه يا عم خالد؟ يخزنوا يا اما اول حاجه. وريها لنا اللي المفروض، شاور لنا على المانجا اللي هتتخزن. تمام. دي زبديه على سكري. دي زبديه على سكري. اهي. كام؟ اهي. دي ب 18 جنيه. 18 جنيه. دي تتخزن؟ دي تخزين. دي الاساس، شجر السكري مطعومه زبديه. شجره سكري مطعومه زبديه، فخدت الصفتين، خدت السكريات، البذره القليله، الشعر القليل. يعني احنا كده اتعدل في الصنف. اتعدل في الصنف. اتعدل في الصنف. بقت زبديه على اصل سكري. سكريات ولون وحلاوه بعد كده. تمام تمام. استاذ محمد بيصبح عليك من المانيا يا عم خالد. من المانيا هناك. صباح الفل يا استاذ. قول يا عم محمد، اقول المانجا ايه؟ اتفرج عليها. تمام. صباح الفل يا استاذ. المانجا الحلوه دي بقى يا جماعه، بص، هي زي النوع الاولاني. درجه اولى برضو. درجه اولى. لا بص يا جماعه، حمار والحلاوه. لا يا جماعه والله انت بتتعب القلب. 16 جنيه بس. طيب دي تفرق ايه يا عم خالد عن اللي هناك دي؟ لا، هي نفس الفرز. نفس الفرز. ده فرز اول وده فرز اول. بس دي مزرعه ودي مزرعه برضه. اسماعيليه. ودي زبديه. دي زبديه. زبديه كتاب حاجه على ابوها. بص يا جماعه، زي ما انت شايف حتايا. اهو دي زبديه يا عم خالد. حاج لحم طعم. البذره بتاعتها بذره صغيره، الشعر بتاعها قليل. كام دي؟ 19 جنيه. 19 جنيه يا جماعه الزبديه. 19 جنيه. بسم الله ما شاء الله على النبي. لا بصوا يا جماعه، يعني انا بدوب مع المانجا، يعني انا بتعب مع المانجا. فانا ابقى مع عم خالد، يعني بص، في ناس كتير جدا شايفينك دلوقتي عم خالد. كل الدرجات موجوده. فالعويسي بقى وال هو دي اول حاجه. فيه صديقه اهي. دي الصديقه.
دي الصديق حاجه عاليه قوي حلوه قوي. اللهم صل على النبي. دي ب 25 جنيه 25 جنيه ايوه. دي الصديقه دي الصديقه تتاكل على طول دلوقتي؟ دي على طول دلوقتي تفتح دلوقتي وتاكل دي صغيره خالص. سكريات فوق الخيال. طعم يوديك حته تانية خالص. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعه. الله عليه الصلاه والسلام. الله 25 جنيه الصديقه. هنخش بقى على ايه؟ هنخش على مسك المانجا. مسك المانجا خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم بقى، هو الفونس ده. الفونس يا جماعه. أيوة. دي مانجا الفونس. مسك المانجا دي مسك المانجا. الناس اهو يعني بتصبح عليك من الكويت برضه اهو. مسك المانجا ب 25 جنيه. 25 جنيه. ليه بقى يعني ايه مسك المانجا دي بقى؟ مسك المانجا في وقت بتنزل عسل اصلا، والطعم والحلاوه كلها. شم كده الريحه. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ عشان الريحه الشديده بتاعتها النفاذه هي دي مسك المانجا. مسك المانجا ب 25 جنيه. على فكره يا اخوانا، بصوا يا جماعه، المانجا دي فعلا عامله زي البرفيوم بالظبط. يعني دي الفرق بين العصير اللي بتشربه في العصاره يختلف عن العصير بتاعك في البيت. السر بتاعه هي بتاع العصاره بيخلط الاثنين، الزبديه وبحط معاها الفونس دي. الفونس دي ايوه. فبيختلف طعم كوبايه العصير في العصاره عن كوبايه العصير في البيت. اللهم صل على النبي. ده السبب الرئيسي في الخلط. الله الله. ده مسك المانجا قلت لي بكام برضه؟ مسك المانجا 25 جنيه. الالفونس 25 جنيه. انصحكم يا جماعه بجد. أيوة. بالالفونس دي. أيوة. يعني تحفه. أيوة. تحفه 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 يعني. أيوة. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. يعني انا هاخد منها دلوقتي الفونس دي. أيوة. حلو. بصورها لكم تاني. ريحتها برفم يعني. دي ريحه المانجا الاصليه. تمام. دي ايه دي بقى حاجة خالد؟ دي الهنجرة. الهنجرة دي اكل الملوك بقى. دي من الحاجات القديمة. بصوا يا جماعة العسل. ايه العسل بينزل منها. دي من الحاجات القديمة خالص المزروعة من ايام الملك عندنا، هي والتيمون. دي اللي دخلها الملك فاروق هنا مصر بقى المانجا دي. هي الهنجرة والتيمون. الهنجرة. الحاجات القديمة خالص خالص خالص. ودي ب 20 جنيه بس. اللهم صل على النبي. عم خالد هسألك سؤال، الناس كلها عمالة تكتبه على الهوا. عم خالد بياكل اني مانجا؟ عم خالد بياكل اني مانجا يعني؟ ملك المانجا بياكل اني مانجا؟ اول حاجه الاكل ده مزاج. فيه ناس ما بتاكلش غير العويس، فيه ناس ما بتحبش السكريات العاليه قوي، بتاكل الحاجات اللي هي فيها سكر على مزازه الاثنين مع بعض. اما هتسالني انا عن رايي الشخصي هاكل ايه؟ انا باكل ثلاث حاجات في المانجا. باكل رقم واحد الهنجرة. ركزوا يا جماعه الهنجرة. رقم واحد الهنجرة. رقم اثنين التيمون. رقم ثلاثة الصديق.